سيادتك مش هتقدر تحجزه اكتر من 24 ساعه، بعدين هتحوله على النيابه وهي كمان مش هتدي له اكتر من 24 ساعه عشان موكلي ابو العز اتقبض عليه بدون احراز. ساعتها باخده في ايدك واخرج بيه من هناك. يلا يا ده ينفع برضه يا باشا، خد في ايده ولا بنخطر ومؤاخذه. وبعدين يا باشا لازمتها ايه اللفه دي كلها؟ طب ما نخلص الحكايه واخرج من هنا بدل ما ندخل في دور عند مع بعضينا. ايوه هات اخرك واعمل حسابك، انت مش هتخرج من هنا غير على النيابه، غير كده على جثتي. ايوه احنا بنحاول. حاضر يا فندم. طب ثواني نادر بيه، ممكن تتكلم؟ ما بكلمش حد. ايوه بس ده لو اتجنب من العفريت. واعمل حسابك اي تجاوز هسجله في محضر رسمي ويتضاف على فاتوره المتهم. سعادتك يا بتعقد الموقف. مات الكلام يا نبيل. الله يرحمه. هو مين؟ الكلام. خد على الحجز يا نادر بيه. ما ينفعش سيادتك يتحط في عسكري ونفذ الامر. بقول لك مفيش اكل ولا شرب في الحجز ولا تليفونات ولا مقابلات. طمنا ابو العز بيه. عرفكم بنبيل بلبل. طلعوا لي كل اللي ملوش لازمه بره الاسم. لو سمحت انا سبتها. سعادتك للاسف الناس دي معاها حق. ابو العز الضفراوي هياخد افراج بمجرد ما يتعرض على النيابه. لازم ما قدرناش نوصل لطريق المخدرات او الفلوس. بلاش الوقفه دي هنا. حاضر يا باشا. دي لا ينفع في علب السجاير ولا خرطوش السجاير. لو عايز تدخل اكل الحجز عليك وعلى حضره الضابط. لو حضره الضابط قال اه يبقى اه، حضره الضابط قال لا بألف هنا وشفا على بدنك. يا برنس الداخليه الحكايه مش مستاهله، ده كله على بعضه ربع كفته اعمى، وانت عارف الكفته لما بتبرد بتدهنن وتجلد وبتبلعش. ما تتعبش نفسك معايا، عايز تدخل اكله وهي سخنه عليك وعلى حضره الضابط. طب فين مكتب الباشا؟ مكتب الضابط هناك اهو. ماشي. لا بس خليك انت معاها نشوى، ما تسيبيهاش. لا الامور شكلها طويله هنا لسه قاعد. بس واحد امه ما هسيبه. مساء الخير يا باشا. شكل سيادتك مشغول يا باشا. السلام عليكم. هكلمك تاني. استنى عندك. تعالى. امرك يا باشا. عايز ايه؟ ولا حاجه سعادتك، يعني طلب تافه كده. بس لقيت سيادتك مشغول فاحترمت نفسي وقلت امشي. مالك باصص في الارض كده ليه؟ خجل. يعني هيبه سعادتك يا باشا اللهم صل على النبي. وبعدين العيب ما تعلاش عن الظابط معروفه. ولا عشان اتقابلنا قبل كده وخايف افتكرك. يا باشا مقابله سعادتك شرف يعني، بس انا لا استحق مطلقا. طب يا خفيف طلع لي كل اللي في جيوبك وحطهم هنا على المكتب. انا اتقلب كده عادي في الاسم. سمعتني؟ حاضر يا باشا اهو. حاضر يا باشا. معقولة؟ ورقة ب200 واحدة بس اللي معاك؟ فضل وعدل يا باشا. حد لاقيها اليومين دول؟ طب شوف بقى كده في كعب الجزمة ولا الشراب ولا هيئة الفانيلا. هيئة الفانيلا دي بالذات يا باشا بقى محتاجة حاوي عشان أحط فيها فلوس. هو فيها يا باشا؟ أنا كل اللي أنا عاوزه بس أدخل أبوها الكفتة قبل ما تبرد. أه. حاضر يا باشا. سيجارة؟ ما بدخنش سيادتك. مش علبة سجاير دي ولا انا ناظر ضعيف؟ لا دي امانة يا باشا. امانة؟ زي خجل. امانة وخجل. قلت لي انك عاوز تدخل لابوك الكفتة قبل ما تبرد. ده اذا ما كانش ضايق سعادتك. لو الموضوع ده يضايق سعادتك انا ممكن اقنعه يصوم بكرة وحتى ياخد ثواب ينفعه في اخرته يا باشا. بطلت تضرب ال 200 جنيه من امتى يا سيد؟ من 10 سنين واكتر سعادتك. سعادتك تعرفني فعلا. سيد ابو دومه شهرتك سيد بشريه. حد ينسى الضابط اللي جابه برضه عرب؟ دقق فيا كويس وما تخافش. نقطة الزاوية الحمراء. افتكرت؟ أنا عمال أقول، عمال أقول يا باشا من ساعة ما دخلت الوش نادر بيه. فين ايامك يا عفريت؟ انا اسف يا باشا، قصدي يا باشا يعني. والله يا باشا كانت غلطه وطيش شباب، ومن ساعه ما خرجت من السجن وانا ماشي جنب الحيط. بص يا سيد. بصيت يا باشا. ايه رايك بدل ما تدخل الاكل ده لابوك انت تاخد الاكل وابوك وتروح بيهم على مصر؟ والله ده يبقى كرم كبير من سعادتك يا باشا، او اشتغاله. ما هو الكلام يعني سيد احنا هنهزر؟ مش معقول سعادتك يعني.
ابويا ممسوك في كمين بعربيه مسروقه، ورق مضروب وفي بق سجاره حشيش، وتقول له هاخده واروح. ده لو بابا نويل مش هيعمل معايا الواجب ده في راس السنه. صح، تقدر تعتبرني بابا نويل. وركز معايا بقى عشان ما عنديش وقت. مركز يا بابا. ميري كريسماس يا سيد. اتغيرت قوي يا باشا عن ايام الزاويه. هابي نيو يير. هنزل. المطبخ نظيف وصعب نوصل لعملها. انا استخدمت كل خبراتي الامنيه، للاسف ما وصلتش لحاجه. انا كمان ما عرفتش اوصل لحاجه مع الراجل اللي بكلمه في الداخليه عشان ابو العز الضفراوي. طيب تحب سعادتك اكلم الشيخ عابد يروح هو ورجالته يخلصوه؟ لا 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 بلاش الناس دول، استنى ما نشوف ابو اليزيد هيعمل ايه. طيب ما سعادتك يعني تكلم جمال بيه يمكن. بلاش جمال بيه لان ظروفه صعبه قوي اليومين دول. اوامر معاليك. نفس الحجز اللي فيه ابوك ابو العز الضفراوي، وده تاجر كبير قبضنا عليه امبارح في كمين المخدرات، لكن للاسف رجالته قدروا يهربوا بالبضاعه والفلوس وقت مهاجمتنا ليهم. يا ولاد الايه لعيبه. نعم يا اوساخ، قصدي يا اوساخ. كمل يا باشا. فلو عرفت تتصاحب عليهم وتجيب لي منه اي معلومه عن مكان المخدرات او الفلوس هخليك تاخد ابوك في ايدك وتروح. طب ولو طلع ناصح سعادتك بقى وما عرفتش اطلع منه لا بحق ولا بباطل؟ برضه هقف جنب ابوك وهظبط له المحضر زي ما وعدتك. سيد انا الموضوع ده بالنسبه لي مساله حياه او موت. طب يا باشا ما كنتوا زقيتوا عليه اي حد من المخبرين بتوعكم؟ اه على الاقل هيبقى عارف يدخلوا منين. المرشدين محروقين يا سيد. وزهرات ما خلتش يا باشا. لا يا حبيبي، المخبرين بتوعنا ابو العز ورجالته عارفينهم كلهم، انما انت لسه ما حدش جاب خبرك. وحتى لو جابوا خبرك انت راجل سوابق وابوك مقبوض عليه، كانك عملت اي مصيبه ودخلت له جوه، ولما تخش بقى عايزك توجب معاهم وانت وشطارتك. ممكن بقى كوبايتين شاي تاني واربعه كبده بصل بس عشان اوزن المسائل. يا عسكري. عسكري ليه؟ تخشيبه منين يا باشا؟ خلي محضر التزوير والبطاقة دول عندك لحد ما اطلبهم منك. ما تحطهمش في عبايه المحاضر الا لو حصل تفتيش مفاجئ، وساعتها بقدم محضر رقم وارد. تحت امر سعادتك يا فندم. شكله استخسر ان ابوه ياكل الكفته لوحده. بص يا برنس المخدرات، الضابط اللي فوق زقني عليك عشان تقول لي فين مكان المصلحه والفلوس اللي هربتهم في الكمين. انا بقى خدته على قد عقله وهودته، وجاي اقول لك عشان تاخد بالك. عبيط انا؟ عبيت انا عشان اسمع كلام الداخليه؟ طب افرض انك قلت لي فين مكان الحاجه وانا بلغته، اقول لك وكمان جيت شهدت ضدك في المحكمه، هتنفعني بقى الداخليه لما رجالتك تضربني بالنار وانا خارج من المحكمه؟ عيب يا باشا. الكفته جلدت يابا. اجيب لك سيفن تهدم. ممكن بعد ما تقري فنجان سالم بيه تقري لي انا كمان الفنجان؟ مدام مها ما بتشوفش غير فنجان واحد في اليوم وبالحجز حسونه. وماله؟ نحجز. النظام حلو. شكل فنجانك يخوف يا سالم بيه. ربنا يستر. ايه الاخبار؟ سالم بيه. ممكن تعفيني؟ ايه الاخبار وحشه قوي كده؟ جدا. شايفه ايه يا مها؟